أخبار اليوم. أستاذ محمد سعيد مدير عام فندق جاسمين بالاس في حوار لبوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. بداية كنا حابين نعرف نسبة الإشغالات في الموسم في الغداء بشكل عام كام دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي نسبة الإشغال حوالي 85% في كل الفنادق. أنا كل يوم الصبح بيجي لي الموظفين الاستقبال عندي حاجة من ضمن شغلهم يتصلوا بالفنادق ويعرفوا الإشغالات. فالحمد لله إن جنرال في الغردقة حوالي أفريج 85% الإشغال. طب نوعية السائح هل اختلفت عن 2010 من دلوقتي؟ بتكلم السياحه كانت في اسرع صوره في 2010 حضرتك. هي ما اختلفتش. وطبعا هو الماركت الرئيسي اللي مصر بتشتغل عليه هو الماركت الروسي, ده الماركت الاساسي. لكن في ماركتس ثانيه مختلفه او اسواق مختلفه مدعمه زي الانجليز وزي الفرنسيين وزي الطلاينة والبلجيك. فهو نفس نوعيه السائح بالظبط, لكن طبعا مع اختلاف الاسعار, لان برضو احنا الاسعار اضطرينا ان احنا ننزل الاسعار شويه بعد الثوره, لان الثوره في مصر بالنسبه للعالم كانت يعني كارثه. طب نسبه الانخفاض في التكلفه او الكوست بتاعت السائح نفسها من 2010 لغايه دلوقتي تراجعت بمعدل كام في الميه؟ يعني تراجعت بنسبه النص مثلا. بنسبة النص. حضرتك السائح اللي كان بيجي ب $50 في 2010 دلوقتي بقى بيجي ب $25 بالظبط. $25 بالظبط. طبعا الانخفاض في الاسعار نتيجه الثوره ونتيجه عدم الاستقرار لمده 4 سنين ونتيجه ان قطاع السياحه عشان ما ينتهيش في مصر فكان لازم نخفض الاسعار. لكن في المقابل طبعا اسعار الخدمات ما نزلتش. السلع اللي بتستخدمها الفنادق ما اغذيه ومشروبات وصابون وكل حاجه بالنسبه بنستخدمها في الفنادق ما اسعارها ما نزلتش, بل بالعكس اسعارها زادت. حضرتك احنا بنحاول ده بس بنحاول ده بشكل فردي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الفندق عندي مثلا بحاول ازود فيه مناطق خدمات زياده, بحيث ان انا لما اعرضها على شركه السياحه تبقى مبرر ان انا ارفع سعري. بمعنى ان انا ممكن ازود مطاعم, ازود بارات, بنيت نادي للاطفال, بنيت نادي صحي, الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده في الاوتيل, فالحاجات دي انا ضفتها عشان ازود سعري. حضرتك دلوقتي عندنا كان السياحه 2010 اتكلم كتير على 2010 اللي هو المعدل اعلى معدل وصلنا له 14 مليون تقريبا. ازاي يرجعوا تاني يبقى عندنا 14 مليون سائح 15 و16 مليون؟ والله حضرتك ايه اللي خلينا نوصل هيرجعوا لما زي ما انا اتكلمنا في الدردشه قبل التصوير ان كل واحد يحب شغله. بعد الثوره ناس كتيره جدا من اللي كانت بتشتغل في قطاع السياحه خلاص سابت قطاع السياحه, لان شغله السياحه بقت شغله موسميه. مش موسميه يعني, انا بسميها كده زي العمال الارزقيه. اي مشكله تحصل خلاص السياحه اتاثر, زي بالظبط العمال اللي بيبنوا عماره جت الدنيا تشتي ما راحوش النهارده يشتغلوا في البناء, فاحنا بقينا كده بالظبط. فبقت مهنه طارده بعد ما بقت مهنه جاذبه. فان هي ترجع تاني زي ما كانت لازم يبقى في دعم من الحكومه لمواجهه اي مخاطر بتهدد القطاع ده. فاهم حضرتك؟ ما ينفعش الصندوق اللي كنت بتكلم عنه, مش صندوق بالظبط. الموضوع مش موضوع الصندوق, بالعكس في صندوق دعم السياحه يكون في 5 مليون تقريبا. بص حضرتك الكلام ده معلش, ايام الثوره احنا ما شفناش منه حاجه, واللي يقول لحضرتك ان احنا شفنا منه حاجه يبقى مش امين في كلامه. اعانه الطوارئ اللي بندفعها كل شهر لمواجهه ظروف زي دي ما شفناش منها حاجه. بالاضافه ان الاجراءات عشان تاخدها كتيره جدا. لا انا بتكلم بقول ان ما نخليش القطاع ده تاثره باي مشاكل, يبقى تأثر سريع جدا. بمعنى ان مش لازم ان انا يبقى في مشكلة تحصل عشان نقول قررنا اعفاء المنشآت السياحية مثلا من تأمينات.
او المتاخرات او مش هيبقى في غرامات تاخير او كده. مش لازم نعمل كده لما يبقى في مشاكل. احنا بقالنا 4 سنين دلوقتي في مشاكل. الحكومه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. بل بالعكس قطاع السياحه في اوج ازدهاره 2010 وما سبق 2010، بنوك كتير جدا فتحت بسبب قطاع السياحه. شرم الشيخ بدل ما كان فيها 5 6 بنوك بقى فيها 25 30 بنك بسبب قطاع السياحه. شرم الشيخ مثلا وانا بتكلم عليها لان انا قعدت فيها 16 سنه. شرم الشيخ كان البنوك بتجري ورا كان كل يوم يجي 4 5 مندوبين من بنوك مختلفه بيعرضوا خدمات مصرفيه، قروض، كريدت كارت الى اخره. ولكل العاملين بدايه من اصغر عامل اللي هو مرتبه 500 جنيه لغايه المدير العام اللي مرتبه كذا الف مثلا. فبالتالي لما حصلت مشاكل الثوره البنوك كلها احجبت على التمويل، يا ريت احجبت على التمويل، اصبح بل انها اصبحت بتطالب بسداد اقساط القروض او اقساط الكريدت كارت او كده. كما لو كنا احنا اللي عملنا الثوره واحنا المسؤولين، او احنا المسؤولين عن ان القطاع ده انهار. فاهمني حضرتك؟ ما لقيناش دعم من الحكومه، ما لقيناش حد يقول لهم عيب، ما لقيناش حد يقول لهم استنوا على الناس دي شويه لغايه ما ربنا يسهل. قيس على ده خدمات الكهرباء، الميه، كل حاجه، الضرايب، التامينات، كل حاجه زي ما هي. يعني فنادق قفلت ولما فتحت فوجئت بمتاخرات ضرائب وتامينات وصلت للملايين. يعني في سنه 2011 انا كنت هنا في الغردقه، حضرتك طريق القرى ده كنت تمشي فيه، شوف منور ازاي من الفنادق وكده، كان ضلمه. الفنادق قفلت. فهمني حضرتك؟ طب فين يا حكومه يا دوله، انتوا فين من الناس دي؟ هو ليه مثلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال من كام يوم المصالح الحكوميه اللي ما دفعتش فواتير الكهرباء اقطع عنها الكهرباء. طب دي مصالح حكوميه واحنا عارفين المصالح الحكوميه مصالح يوسلس، يعني بلا فايده. طب بس بينما الفندق اللي شغال تيجي تقطع عنه الكهرباء وسايبه على وسايب الكهرباء مثلا المصالح الحكوميه. انا بتكلم طريقه التعامل لازم تختلف مع قطاع السياحه. اصبحنا ما اي صاحب فندق لما يلاقي ان هو دي تصرفات الدوله معاه، طب يلا اقفل الفندق، مشي الناس وشكرا. فهمنا حضرتك؟ طب خلاص بقى انا ملتزم، ورايا بيت، ورايا مصاريف، ورايا، لما الاقي كده خلاص ما انا مش هرجع سياحه تاني، بل بالعكس هرجع، ولو رجعت اشتغل فيها تاني مش هبقى بنفس الحافز وبنفس القوه وبنفس الحب اللي كنت بديه قبل كده. هرتب لقاء مع مجموعه من مديرين عموم الفنادق ونتفق على ان احنا كل فتره لازم نعمل مهرجان من هذا النوع. بالظبط 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 بالظبط. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كلمه خير تحب توجهها حضرتك للمسؤولين الحكوميين في مصر. والله انا عايز اقول انا كلمه قلتها امبارح لما اتكلمت في المهرجان، قلت على رأي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا لو احنا حبيناها، لو احنا حبيناها وخوفنا عليها. شكرا 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 ربنا يخليك.